مع دخول فصل الشتاء ازدادت معاناة النازحين الساكنين في مدينة سامراء، ورغم كل النداءات المستمرة منهم إلا أنها لم تجد آذانا صاغية لتلبية طموحاتهم بالعودة لمناطق سكنهم. ناشيد الحكومة الخيرين أن نطلب من الله منهم يجون يشوفون هذا بريد وجهانا مرضاه، لا عندنا صابة لا عندنا نفطة لا عندنا كل شيء، وريد من الله ومن الكاظمي يجي لمنا يشوف حالنا احنا بسامرة. احنا بالنسبة صار لنا 7 سنوات نازحين من منطقة الفرحاتية عشيرة الرفيعات، احنا هم اهلهم المسؤولين ما يفكرون بشتية، هذا شنو ذنب الاطفال هاي؟ يعني اشتية مبهذلين الامطار هاي والامراض، يعني شنو اللي مسويله لهم احنا؟ يعني ما يفكرون بالجهال هاي الأطفال شنو ذنبه؟ دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين أكدت على أنها ماضية في إنهاء ملف النازحين وتوفير الأماكن الملائمة لعودتهم الطوعية لمناطق سكنهم، إضافة إلى توفير كافة متطلبات المعيشة اليومية. فيما يخص دورنا كدائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين، لهذه العوائل يتم تقديم المساعدات الإغاثية والعينية، وفيما يخص عودتهم نحن حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم ومعالي وزير الهجرة والمهاجرين المحترمة أنه العودة تكون إلى مناطقهم عودة طوعية آمنة حسب رغبتهم، ونحن على تواصل مستمر مع حكومة محافظة صلاح الدين والقوات الأمنية حول عودة هذه العوائل. آلاف النازحين لا يزالون موزعين في أغلب مناطق المحافظة المستقرة أمنياً، على أمل أن تتخذ الجهات الحكومية خطوات سريعة لعودتهم لمناطق سكنهم. عمر العزاوي، العراقية الإخبارية، صلاح الدين.